تم التسجيل والمساج من إيمان بنت ناصر أفراح العروسين. هذه النسخة والمعرض للاستماع فقط بن ناصر. يمنع استخدامها. الحقوق محفوظة. هذا فكري وصدر جزلة وسالي والفرايد لمعرس ما كتبناها لك يا خوي التهاني بعد بلحاني وافيه يا محمد ما قصرناها ألف مبروك عرسك والحفل زاني والسعادة عسى يا خوي تلقاني يا محمد اللي بين الأقراني فارق انضال جزايل دوم تنصاها والصمايل شهد لك كل ميداني والصعيبات لين قلت تبغاها نسل شيخ كريم عالي الشاني ناصر اللي دروب العز يرقاها ذاك راعي المليحة مذهل العاني له خصال كأنه قد تنقاها فعلها اللي يرجح كل ميزاني فالمواقف عزومه ما فقدناها ذاك منصور للفتعات عنواني هذا حمد علوم الطيب يغزاها سلايل بني عبس مزدن الجاني لابت الويل ويل اللي تحداها مجدكم ناصر من ماضل زماني أهل وقفات ترهب من يعاديها هذه إيمان اختك تهدي الألحاني والمواقف تصدر للتهانيها هذا فكري وصدر جزل الأوزاني والفرايد للمعرس ما كتبناها لك يا خوي التهاني بعد بلحاني وافيه يا محمد ما قصرناها ألف مبروك عرسك والحفل زاني والسعادة عسى يا خوي تلقاني إيه يا محمد اللي بين الأقراني فارق انضال جزايل دوم تنصاها والصمايل شهد لكل ميداني والصعيبات اللي قلت تبغاها نسل شيخ كريم عالي الشاني ناصر اللي بالعز يرقاه ذاك راعي المليحة منها للعاني له خصال كأنه قد تنقاها فعلها اللي يرجح كل الميزاني والمواقف عزومه ما فقدناها ذاك منصور للفزعات عنواني هذا حمد اليوم الطيب يقزاني سلايل بني عبس مزبن الجاني لابت ويل ويل اللي تحداها مجدكم ناصع من ماضل زماني أهل وقفات ترهب من يعاديها هذه إيمان اختك تهدي للحاني والمواقف تصدر للتهانيها الحقوق محفوظة لدى استديوهات أفراح العروسين أفراح العروسين للزفات والشيلات والقصائد وسحب الموسيقى هذه النسخة للاستماع فقط يمنع استخدامها وللطلب بدون حقوق أو الاستفسار التواصل على جوال 05-333-48-021 أو من خارج المملكة 00-966-5333-48-021